بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم شباب، واهلا بيكم في فيديو جديد من كورس جديد، وهو كورس بايثون ديسكتوب ابليكيشن. في الكورس ده هنتعلم ازاي نعمل ديسكتوب ابليكيشن او برنامج يشتغل على الكمبيوتر بتاعنا او على اللابتوب بتاعنا باستخدام لغة البرمجة بايثون. ان شاء الله بعد الكورس ده هتكون قادر انك تشتغل على مشاريع حقيقية بايدك، تقدر تشتغل فيها وتجيب منها أرباح، أو تقدر تشتغل وتجيب منها فلوس. تمام، هنبرمج برامج ديسكتوب، هنعمل برامج ديسكتوب أو برامج للكمبيوتر باستخدام بايثون، باستخدام مكتبة فيها اسمها تيك انتر، أو تي في بيقول عليها تي كي اي انتر. تمام، مكتبة تيك انتر هي بتبقى نازلة اوريدي مع البايثون، يعني أنت بمجرد ما تثبت البايثون العادي، لو مش بتثبت بايثون عادي يعني، هي بتبقى نازله فيها، فانت مش محتاج تنزلها. بس عامه لو هي مش موجوده عندك او لو انت مش لاقيها، تبقى عارف ازاي الاول هي موجوده ولا مش موجوده عندي. تفتح الاي دي اي بتاعتك بتاعت البايثون، هتقول له امبورت تيك انتر، دوس انتر. ما دام قال لك تمام، ما دام تمام كده وما طلعش اي ايرور، يبقى هي موجوده. طب لو قال لك لا دي هي مش موجوده، تعمل ايه ساعتها؟ ساعتها تقوم فاتح السي ام دي او الكوماند لاين بتاعتك، وتقول له بيب انستول تي كي، تي كي هيقول لك هيحملها لك لو مش موجود عندك. انا هي اصلا نازله عندي مع البايثون، فانا مش محتاج اثبتها. تعالوا نعمل ملف جديد نبدأ نشتغل فيه. نيو فايل، سيف، هخليها على الديسكتوب. سميه ايه؟ سميه اب. اول حاجة خالص انا بشتغل بمكتبة اسمها ايه؟ اسمها تيك انتر. فانا عشان استخدم المكتبة ديت، او عشان اعمل الابليكيشن بتاعتي بتاعت الديسكتوب، محتاج ان انا اعمل امبورت للمكتبة. فهقول له هنا ايه؟ امبورت تيك انتر. تمام، as tk يعني ايه؟ يعني بقول له اعمل لي امبورت، هات لي المكتبه دي، استدعي لي المكتبه اللي بتاعت الديسكتوب ديت اللي اسمها تيك انتر، بس اختصرها لي في تيك كي. يعني لما قلت تيك كي اكني قلت لك ايه؟ تيك انتر. ممكن طبعا مش شرط اسميها تيك كي، ممكن اسميها باسمي، ممكن اسميها احمد عادي، مش هتحصل اي مشكله. بس فكره بسميها مثلا بحرفين بحيث ان تبقى اختصار ليا لما اجي استخدمها بعد كده. يعني لما اجي بعد كده اقول له تيك كي، يعني اكنه بالظبط بقول له انا عايز تيك انتر اللي هي المكتبه اللي انا استدعيتها. تعالى نعمل ران اف 5 او اف 5، هيعمل لك ران. تمام، ما ظهرش عندنا اي مشكله. طيب انا عايز ابدا بقى اشوف الابلكيشن بتاعتي، الابلكيشن بتاعي او الواجهه بتاعت البرنامج بتاعي. اول حاجه عشان اشوف عشان اعمل الواجهه بتاعت البرنامج بتاعي، فانا لازم اعمل اوبجكت من التيك انتر دوت. طب اعمل اوبجكت ازاي؟ هقوم هعمل الاول ال هستدعي اللي هي الواجهه بتاعتي، تمام، من التيك انتر. فهسميها مثلا، هعمل فاريبل مثلا اسميه ويندو. طب ممكن اسميه اي حاجه الفاريبل ده عادي، ماشي. هقول له بيساوي ايه؟ تي كي اللي هي هي الاختصار بتاع المكتبه دوت تي. خد بالك التي هنا او التي ديت كابيتال، بعد كده K small، T capital، بعد كده ايه؟ K small و قوسين. تمام، واعمل كنت F5 او F5، هبص هلاقيه عمل لي اهو الواجهة بتاعتي. تمام، او فتح لي البرنامج بتاعي. تعالوا كده نبص على حاجة تاني. بص، لما أنا جيت عملتها هنا، لما أنا جيت عملت الواجهة بتاعتي أو الصفحة بتاعتي أو البرنامج بتاعي، كتب لي هنا تي كي. تي كي اللي يختصر إيه؟ التيك انتر. طب أنا عايز أقول له لأ، أنا عايز أقول له أنا عايز أسميها باسم تاني، أو عايز أحط اسم هنا لاسم البرنامج، بس أنا عايز أحطه هنا مكان حرف التي والكي دول. أعملها إزاي ديت؟ عشان أغير العنوان هاجي هنا وأقول له تي كي دوت، لا اسف مش تي كي، هقول له ويندو اللي هو الفاريبل اللي انا عامل فيه بتاعتي، واقول له دوت
تايتل، تايتل يعني عنوان، والويندوز تايتل يعني العنوان بتاع العنوان بتاع البرنامج بتاعي او بتاع الصفحه بتاعتي. اسميها ايه مثلا؟ اسميها سايبر سكول، اسمي البرنامج بتاعي سايبر سكول، او العنوان بتاع البرنامج بتاعي سايبر سكول. تعالوا نبص هنا كتبت سايبر، تعالوا نوسعها كده شويه، هي سايبر سكول، بدل ما كانت تي كي بقت اسمها سايبر سكول. تمام تمام تعالوا نبص كده على حاجه تاني. شايفين هو بيعمل لي حجم البرنامج بتاعي او الواجهه بتاعتي، بيعملها لي بالحجم ده دايما. انا لا، انا عايزه اكبرها شويه، او عايزه يعملها لي بحجم معين. معذره، انا عايزه يعملها لي بحجم بمساحه معينه. يعني انا احدد له مثلا، عايز مثلا الشاشه بتاعت البرنامج بتاعتي تبقى مثلا 500 بيكسل في 600 بيكسل. احددها له ازاي ديت، او اعرفها له ازاي؟ هاجي هنا واقول له ويندو دوت جيو متري جيومتري، وافتح له قوس. تمام، وجوه القوس ده هعمل ايه؟ دبل كوت. وجوه الدبل كوت هقول له 500 مثلا. اول حاجه دي بتبقى العرض، اللي هي العرض الويدث. تمام، بعمل له علامه اكس، دي معناها 500 في 700، يعني كده العرض 500 والطول 700. تمام، بص عليها اهي، بقت كده اهي، من هنا لهنا 500 ومن هنا لتحت 700. انا لا، انا عايز اقلل ايه؟ عايز اقلل في العرض شويه وازود في الطول. عايز ازود في العرض واقلل في الطول، مثلا هخلي دي 700 وهخلي دي مثلا ايه 400 مثلا. تعال نشوف، العرض زاد والطول قل. تمام تمام بس الفكره دي اصلا كانت مقدمه، يعني ما كناش نشرح فيها حاجه، بس قلت يعني ايه ناخد فيها معلومه عن المشي. تمام، شكرا لكم، واشوفكم باذن الله في الفيديو الجاي اللي هنبدأ نتعامل فيه مع حاجات، مع حاجة اسمها الويدجت. تمام، أو ممكن نقول عليها إن هي العناصر، العناصر بتاعتي في الديسكتوب أبليكيشن. تمام، شكرا لكم، وأشوفكم بإذن الله في الفيديو الجاي.